قدمتوا كم مسرحيه؟ لا احنا كان في نص قبل كده كنا مشتغلين فيه بس هو اتوقف لظروف فنيه. ودلوقتي عملنا بقى مسرحيه اللي هي حكايات مصريه. عباره عن ايه بقى وانت دورك هي ايه؟ اربع وقعات بس كل وقعه بتناقش مشكله في المجتمع للاسف احنا عايشينها دلوقتي. اول وقعه مثلا بتتكلم عن اب بيبيع بنته في مزاد، ثاني وقعه بتتكلم عن الموتى اللي لسه في ناس يعني حيين بس للاسف عايشين في المقابر، ثالث وقعه اللي هو عضو مجلس الشعب اللي هو دايما مرتشي وفي محسوبيات وحاجات والناس بتجامله وكده، ثالث وقعه وأربع وقعه بقى التلفزيون، يعني مثلا عمي فتحي اللي هو قايم بدور الدكتور جمعه عنده مخلف اولاد فاللي بقى للاعلام بيروح يكلمه ويقول له انت مخلف عيال كتير ومش عارف ايه وكده، فهي مجموعه من الوقائع بتنقل صوره المجتمع اللي احنا فيها دلوقتي. لكن انت يا سعاد قولي لي، انت واخده الحكايه كده ولا لا ناويه على احتراف وان المساله بصراحه انا كنت ولا في الاول وجود لا إيه؟ انا كنت في الاول مستغربه التمثيل لان انا ما اعرفش موهوبه ولا لا، فاستاذ سيد طبعا ادانا فكره على الموضوع وحببنا في الموضوع وكده، فانا بدات بقى اقول ايه طب ليه لا؟ ليه الواحد ما يجربش حاجه جديده ويعمل، يمكن الحاجه دي توصل للناس، يمكن الفن هو القوه الناعمه اللي ممكن الناس تغير رايها فينا او وجهه نظرنا فيه. فبدات بقى احب الموضوع، وخلي بالك كمان اقول لحضرتك ان الفريق فضل. يعني مثلا مش شرط ما كناش بنجمع الفريق مجموعه من الموهوبين او الناس عندها طاقات قد ما احنا عايزين لنا هدف ان احنا نحل مشاكلنا ونحل قضايانا وابتدي الناس تغير صورتها عننا احنا، لان احنا بجد عندنا ناس محترفين في حاجات كتيره قوي وناس عندها طاقات وقدرات، بس الناس ما طالما انت فاقده حاجه او عندك اعاقه في حاجه خلاص انت انسانه غير قادره على اي حاجه غير سويه، فالناس بتبدا تبعد عنك. فاحنا من خلال المسرح بقى نعرف الناس ان احنا موجودين اهو يا جماعه، واسمحوا لنا بقى ان احنا نبني معاكم المجتمع زينا زي اي طبعا. حد طبيعي. طبعا طبعا. طيب